خلينا بقى نتكلم في موضوع حلقتنا النهارده بتفاصيل اكتر. في اباء وامهات كتير بيسالوا دايما عن ازاي ياهلوا ولادهم نفسيا عشان يقدروا يستقبلوا الامتحانات ويركزوا في المراجعه وفي التحصيل الدراسي، وكمان ما يكونش عندهم اي ضغط ممكن ياثر على تفكيرهم خلال اداء الامتحانات. صحيح، ودايما بنشوف في مدارس في الامر ده، في اسر بتحتوي اولادها بتبعد القلق عنهم، وفي اسر بتقول احنا صرفنا كتير في الدراسه وعملنا دروس وانت فين وهتودينا ده وحاجات كده، صح ولا ايه؟ من بيحصل كتير ده. فعندنا المدرستين، التوتر ده بينشا في الاسر التانيه وبيخلي في ضغط نفسي وعصبي على الطفل. احنا استقبلنا اسئله حضراتكم وجاوبنا عليها، لكن سؤالنا النهارده اللي عايزين ليه اجابه علميه، ازاي ناهل الطالب نفسيا؟ ازاي نحتضنه في بيئه حاضنه، نطمئنه، نطبطب عليه علشان يجيب افضل الدرجات، وعلشان ما يكونش فيه اي ضغط نفسي، وعلشان نبعد عننا قصه متلازمه القلق اثناء الامتحانات اللي اتكلم عنها. ضيفتنا النهارده الدكتوره نرمين محمود شاكر، استاذ الطب النفسي في جامعه عين شمس، منورانا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر، وهتجاوبنا عن كل هذه الاسئله. صباح الخير عليك يا دكتوره. صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا دكتوره. اهلا بيك. بدايه كده دكتوره، في متلازمه كده، او مش هنقول عليها متلازمه قوي، لكن بيبقى في حاله من القلق بتبقى موجوده، ازاي نقدر ناهل الولاد نفسيا لاستقبال الامتحانات من غير ما يبقى في توتر، من غير ما يبقى في قلق، ومن غير ما يبقى في برضو ارتخاء كده في الاجواء اكتر مما ينبغي؟ هو زي ما حضرتك تفضلتي قلتي انه دايما الوقت ده من السنه الحقيقه بيبقى صعب قوي في كل البيوت، يعني مجهد بالنسبه للاباء والامهات والطلبه في نفس الوقت. فمهم ان احنا يعني ايه نبقى هادين ونتعامل معاه بهدوء عشان نقدر نعديه بسلام، ويعني نجني ثمار السنه كلها زي ما بيقولوا. يعني اول حاجه بنأهل الطالب من قبلها بشويه كده ان احنا امتحانات دي امتحانات عاديه زيها زي اي امتحانات انت مريت بيها على مدار السنه. يعني انت اوريدي دخلت يعني امتحانات شهر وكويزات وحليت اسئله في الكتب، يعني الامتحان اللي جاي ده مش هيجي مختلف عن الاسئله اللي انت حلتها، فانت يعني عديت في الاسئله دي قبل كده، مفيش داعي خالص للقلق، هو مش حاجه جديده، هي حاجه تحصيل انت اصلا يعني مريت بيه قبل كده، عشان ما يبقاش في رهبه من الامتحان، لان طبعا الخوف من المجهول ان احنا نقول له الامتحان هيجي صعب ومش عارف هيجي ايه، ده هو اللي بيخليه يبقى قلقان ومتوتر. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، طبعا جو البيت مهم جدا انه يبقى فيه هدوء. لو الاب والام قلقين يسيطروا على القلق بتاعهم شوية، ما يحطوش ضغط عصبي، لان القلق معدي بصراحة. يعني لو الاهل قلقانين ومتوترين هينقلوا القلق والتوتر ده للطالب، فبالتالي ممكن يأثر على أدائه. يعني فعلا في لما يزيد الضغط، يعني دايما يقولوا ايه، قليل من القلق جيد، بيحفز ويخلي الواحد ينجز، لكن الكثير من القلق ممكن يعني في كيرف كده ينزل الاداء بتاعي، خلاص انا يحصل لي زي ما اقدرش ان انا انظم افكاري ولا استرجع المعلومه، زي ما بيقولوا يحصل لي منتل بلوك، يعني مخي يقفل ما اقدرش. زي ده وارد اللي بعت فعلا يا دكتوره، كان في رساله او حد بعت حاجه زي كده انا حصلت له في الامتحان فعلا، ده حقيقي، ده معناه ان مستوى القلق عنده عالي زياده عن الطبيعي. يعني ده في كده زي نقطه معينه خلاص الأداء بينزل عندها، لو أنا القلق ده زيادة عن المطلوب بيقلل الأداء بتاعي، ممكن يخليني ما أقدرش أجاوب. فمهم إن جو البيت يبقى هادي، ما يبقاش فيه تشتت كمان، يعني ما شتتوش في مشاكل فرعية أو حاجات فرعية، يبقى مركز أكتر في التحصيل الدراسي في الفترة دي. أوفر له مكان هادي، إضاءة جيدة، تهوية جيدة، في بعض الخصوصيه طبعا، يعني ما ينفعش يبقى بيذاكر في الليفنج قدامه الناس طالعه داخله والتلفزيون والكلام ده. بمناسبه التلفزيون، احنا كنا بنشوف ان زمان نماذج ملهمه جدا، يعني قرينا عن ناس ما كانش عندهم كهرباء في بيوتهم وكانوا بيخرجوا يذاكروا على عمود النور في الشارع، والنهارده دول اطباء ومهندسين وناس يعني قمه في العظمه، وقرينا عن ناس كتير زي دي. النهارده التلميذ او الطالب بيبقى زي ما حضرتك بتقولي كده، قاعد في الليفنج التلفزيون مفتوح، مامته ماسكه الموبايل وبتكلم صاحبتها، وفي نوع من انواع الدوشه، هو لا مندمج في المذاكره ولا هم عارفين يجبروه، المواضيع زي ما بيقولي كده ايه سايحه على بعضها يا دكتور، مفيش رابط في هذا الامر. ما زي ما بقول لحضرتك لازم يكون في خصوصيه في المكان اللي هو بيذاكر فيها، بعض الخصوصيه على قد ما نقدر طبعا، يكون في يعني جو هادي، نقلل التشتت عشان يقدر ان هو يحصل في اقل وقت، لان احنا بنبقى ملتزمين يعني بوقت قليل عشان اراجع الحاجات اللي انا المفروض اراجعها. مهم برضو ان انا افهم طبيعه الطفل بتاعي او الطالب، يعني طبيعته ايه، لو هو واشوف احتياجاته، يعني
من الاخطاء اللي كتير الاهل بيعملوها انهم بيفرضوا طبعهم او طريقتهم على الطالب، بيبقوا عايزين هم يقولوا له يذاكر ازاي او ما يذاكرش ازاي، لازم يفهموا طبعه. لو هو قلق ومتوتر اهديه وابتدي ان انا اطمنه، هو خايف انه ما يسترجعش المعلومه ممكن مثلا اقول له انت محتاج مني اسمع لك او تحل امتحان، شوف انت حليت طبق اكتر من انك انت تقعد تذاكر وتذاكر وتذاكر وتراجع، طبق عشان تتاكد ان انت هتقدر تحل. لو هو لعبي وشويه بيزهق وملول ممكن اديله فترات من الراحه، نظبط مع بعض مثلا الاوقات اللي هو يقدر يذاكر فيها والاوقات اللي هو يقدر ياخد فيها راحه عشان ده يحفزه ان هو يرجع تاني. احفزه طبعا ان فاضل وقت قليل، احنا خلاص يعني فاتك كتير زي ما بيقولوا، ده فاضل بعد ما نخلص هنسافر هنخرج هنعمل، يعني نديله حافز معنوي وتشجيع طبعا. والشخص القلوق ما احطش عليه ضغط، يعني ما احطش عليه ضغط واقول له يعني هو بيذاكر واقول له ذاكر مثلا، يعني دي برضو غلطه اغلب الامهات بيعملوها ان هو يلاقوه بيذاكر وانا اقعد اقول له ذاكر، فانا كده بحط عليه ضغط، لقيته بيذاكر خلاص ما احطش عليه ضغط زياده، لو لقيته ابتدى يزهق ويلعب ويقوم وكده ابتدي احفزه، احاول ان انا اهون له الموضوع ان احنا ما فاضلش وقت كتير، ناجل اللعب لوقت تاني، يعني افهم طبيعه الطالب بتاعي. لو ما بيعرفش ينظم وقته اساعده انه ينظم وقته، يعني دايما ااخر نفسي شويه واشوف هو محتاج ايه وانا اعمله له، ما افرضش طريقتي وما افرضش نظامي عليه عشان ما لخبطوش وما حسسوش بالضغط اللي احنا او يتنقل له القلق بتاعي. اعتقد التعامل دكتوره بيختلف حسب الفئه العمريه اللي احنا بنتكلم معاها، يعني لما بنتكلم في اطفال ابتدائي غير لما بيبقوا شباب او مراهقي اعدادي، غير الرجاله والمدموزيلات الحلوين بتوع ثانوي وجامعه فما فوق. اعتقد لما الامور بتقرب بقى من ناحيه الثانويه العامه اكتر، مش احنا اللي بيبقى حاطين النظام، احنا بنبقى مجرد عامل مساعد للي هم حاطينه، محدش فينا اللي يقدر يقول قوم ذاكر بطل خد راحة. إزاي نقدر نتدخل من غير ما نعمل مشاكل جانبية وخناقات جانبية بيننا وبينهم، علشان أورادي الوقت بيبقى ضيق وبالفعل الناس بتبقى مشدودة؟ زي ما بقول لحضرتك، أهم حاجة أن أنا أسيطر الأول على نفسي والقلق والتوتر بتاعي عشان ما يبقاش معدي وأحط عليه ضغط عصبي، فبدل ما ساعده أأخره أو أخليه هو ما يقدرش يؤدي بشكل جيد. نمرة اتنين، أشوف متطلباته هو إيه، ايه المشاكل اللي عنده. دايما اعرض يعني الدعم بتاعي، ان انا لو محتاج حاجه تعالي لي قولي، يعني محتاج حاجه في الحته دي، حته مش فاهمها، حته عايزني الخصها له، حته عايزني اسمعها له، يعني دايما اشوف هو محتاج ايه واكد له دايما ان انا موجوده وهوفر له وقته وهوفر له الهدوء ووفر له كل المساعدات اللي انا اقدر اعملها. ده مهم جدا، غير ان انا اقتحمه او ان انا افرض طريقتي عليه. النوع من انواع الاسر زي ما قلنا كده في الانترو، احنا صرفنا كتير وعملنا ودفعنا فلوس وخلافه، تاثير الكلام ده نفسيا على الطالب عامل ازاي، وخصوصا في اسر مصريه كتير جدا بتستخدم هذه اللغه. هو الحقيقه طبعا في الفتره دي مش مطلوب خالص ان انا استخدم اي عبارات سلبيه او انتقادات، لان ده بيحط يعني بيقلل ثقه الطالب بنفسه، يعني لما انا افضل انتقده واقول له جمل سلبيه ده هيخليه يحس ان هو مش هيقدر، او وفي بعض الناس بتقلب معاها بعند مثلا، تبقى مش عايز تستجيب لانه دايما بينتقد، هو دايما الانتقاد بيولد عند. فاحاول بقدر الامكان طبعا ان انا ما اعملش اي يعني انتقادات او ألجأ للتشجيع اكتر من الانتقاد او الجمل السلبيه، لان ده مش هيجيب نتيجه خالص في المرحله دي، هو اصلا ما بيجيبش نتيجه في اي وقت تاني، بس المرحله دي برضو بتبقى حساسه شويه. يعني لو انا عملت حاجه لو انا ابتديت ان انا انتقد وازعق وكده مفيش وقت ان انا اتراجع في ده، فهيخليه ان هو يعني ممكن يعند معايا، ممكن ما يرضاش يذاكر، او لو حد حساس شويه ممكن يقلل ثقته بنفسه ويخليه يحس ان هو مش هيقدر ان هو يعدي الامتحان ده، يخوفه زياده يعني يحط عليه ضغط يعني. فمش كلامنا هنا على مختلف انواع الطلاب، اللي عامل اللي عليه واللي مش عامل اللي عليه، يعني في ناس بتبقى عامله اللي عليها بنقول بلاش نوتر، في شباب بتبقى مستهتره ومش فارق لها. والله هو ده يسري على الاثنين في المرحله دي، ليه؟ يعني اميل للتشجيع، حتى زي ما بقول لحضرتك لو حد بيذاكر اوريدي وهو
بيحصل وكده، هحاول انا اشجعه هانت وهتكمل وكده، لو يعني محتاج ان هو يبذل مجهود اكبر احفزه برضه، لكن لو انتقدته ممكن هو ما يستجبش، فاحفزه يعني اقول له خلاص يعني الوقت اللي فاضل قليل، حاول انك انت تعمل اقصى ما عندك، يعني ما حطلوش برضو ايه لازم تجيب النمره النهائيه، لازم تعمل كذا، يعني بلاش الايه ان انا احط له تارجت معين. دايما بنقول كلمه هي بتقلل الخوف قوي، او هو مثل انجليزي يعني بيقولوا you shouldn't be the best but you should do your best، يعني انت لازم تفعل احسن حاجه عندك، لكن مش لازم تبقى الأفضل. افضل حد، لانه دايما كل واحد فينا او احسن حد في احسن منه. طب. فما ينفعش ان انا دايما احط له هدف محدد، دايما اقول له ابذل اقصى ما عندك او اعمل احسن ما عندك وخلاص وسيب الباقي، هو اكيد هيبقى كويس يعني. صحيح. طب دكتوره يعني بعيدا عن الجوانب النفسيه، برضو في روشتة ليها علاقه بالاكل الكويس، ساعات النوم الكويسه، الحاجات الفيزيكال يعني مش الحاجات النفسية. صحيح. العلم قال إيه في القصص دي؟ طبعا يمكن أنت قلت برضو في بعض الـ 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 الرسائل والفقرات أن طبعا النوم ده مهم جدا، لأنه تثبيت المعلومة، يعني في جزء من النوم، الحقيقة دورة النوم بتتقسم لأربع أجزاء، في جزء منها بيثبت المعلومة وبيتفرز فيه المادة اللي هي الأستايل كولين، دي بتبقى مسؤولة عن الذاكرة، فلو انا ما بنامش كويس المعلومه مش هتثبت. فلازم في الفتره الاخيره احاول ان النوم بتاعي يكون من 6 ل 8 ساعات عشان المعلومات تثبت، وطبعا في ليله الامتحان احاول بقدر الامكان انا احصل ما بين 6 و8 ساعات، ده بيخليني مركز، وفي المرحله دي من النوم او في دوره النوم في الجزء ده زي ما يكون ربنا خلقها عشان ترتب الارشيف، يعني المعلومات بتترتب وبتتنظم، فدي حاجه مهمه جدا النوم. بالنسبه للاكل طبعا مطلوب ان في الفتره دي بقدر الامكان الاكل يكون زي بسيط او مش دسم. ليه؟ عشان ده بياثر، لو هو اكل دسم وخم بيخلي التركيز يقل. أي. فحاجات تكون بتتحرق بسرعه، يعني طبعا الخضروات والفواكه الطازه والعصاير، الاسماك، البروتينات، الكربوهيدرات اللي هي البسيطه زي المكرونه، البطاطس، حاجات تكون خفيفه تتحرق بسرعه. طبعا الفواكه منها الموز مثلا ده مهم جدا، العسل الابيض، بوتاسيوم، اي الحاجات اللي بتزود التركيز زي المكسرات، الاسماك، يعني الحاجات اللي هي الخفيفه ما تبقاش حاجات معقده قوي وتكون بتتحرق بسرعه فتدي له طاقه سريعا. برضو حتى يوم الامتحان الصبح بلاش يعني ناكله اكله جامده، يعني حاجات خفيفه تدي له طاقه وتتحرق بسرعه، بحيث ان المخ بيحتاج الجلوكوز بسرعه، يعني بيبقى عايز بيحرق جلوكوز كتير في التركيز، فمحتاج ان الحاجات تبقى بسيطه تتهضم بسهوله وتدي له طاقه سريعه. كل الناس اللي نازله الامتحانات نقول لهم ونقول لاهليهم ايه؟ نقول لهم ان ده امتحان زي اي امتحان مرينا بيه، مفيش داعي خالص للقلق والتوتر، ومش هيجي حاجه مختلفه او غريبه او الاحساس دايما بان حاجه مجهوله هو ده اللي بيخلي الواحد خايف. لا، انت الاسئله دي انت حلتها قبل كده وبتتكرر، وده حقيقي، كل الاسئله بتتكرر، فمفيش داعي للخوف. ننام كويس، نحاول ان احنا نقرا حاجات بسيطه، مش لازم اقرا كل الكلام وكل الحاجه في اللحظات الاخيره وفي الليله الاخيره، لا، يعني لو انا عامل نوتس صغيره، لو هحل امتحان اجرب نفسي، يعني مش لازم ان انا الجلده للجلده، يعني ليله ما اجهدش نفسي وما اجهدش اعصابي في ليله الامتحان، وان شاء الله كله هيعدي. ان شاء الله. كل شكر حضرتك الدكتوره نرمين محمود شاكر، استاذ الطب النفسي بجامعه عين شمس، نورتينا وشرفتينا وطمنتينا، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لك يا دكتوره.